النهارده هنروح مع حضراتكم للغرائب. الغرائب قصة كده لطيفة جدا من كتاب خطف وفدية، كتبه المؤلف والباحث ميشيل جانجون، وصدر سنة 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، صدر حديثا. وبيتكلم برضو عن حكاية من الحكايات القريبة في الزمن، مش بعيدة، لكن الحكاية ليها قصة كده إيه غريبة ولطيفة ومؤسفة في نفس الوقت. خلينا نشوف غلاف الكتاب معاكم. الكتاب ده كتبه هذا المؤلف السيد ميشيل جانجون، وعن فيليكس باتيستا. هذا الرجل فيليكس باتيستا، مين فيليكس باتيستا؟ خلينا نقول الكتاب خطف وفدية، يبقى احنا بنتكلم هنا عن الخطف ودفع الفدية أو تفاصيل متعلقة بالخطف. فيليكس باتيستا ده واحد من أشهر خبراء مكافحة الجرائم الخاصة بالاختطاف في العالم، وهو أمريكي الجنسية. طيب الراجل ده أولا خلينا نقول من أصل كوبيا، لكن حصل على الجنسية الأمريكية وكان ضابط في الجيش الأمريكي، وبعد كده اشتغل في إيه؟ يعني تابعوا بقى، ركزوا في النقط دي عشان نعرف الحال وصل بيه لفين. هو كان ضابط في القوات المسلحة الأمريكية، وبعد كده راح المخابرات العسكرية الأمريكية، وبعد كده فضل يترقى في المناصب دي. صور للراجل، فضل يترقى يترقى لحد ما بقى قيادة كبيرة جدا جدا. وبعدين طبعا لما تقاعد بدأ يشتغل في إيه بقى؟ اشتغل في شركة متعلقة بالأمن والتأمين وحاجات كده. كان مستشار لشركة واحدة من الشركات الشهيرة جدا اسمها ISI Global، وقعد في الشركة دي، كان ليها مقر في تكساس، قعد فيها فترة طويلة جدا. حل معاهم 100 لغز من ألغاز جرائم الاختطاف الكبرى في العالم، وكان متخصص أكتر في منطقة صعبة جدا ومشهورة بجرائم الخطف والفدية والحاجات دي، وناس كتير فيها من العصابات بتحترف الموضوع ده في المكسيك. فكان الراجل ده يستضيفوه في المكسيك عشان يكون عندهم مشكلة أو حاجة وتتعلق مثلا ليها بعد متعلق بأمريكا أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو كده، فيودوه وهو يروح يقعد شوية يحل الجريمة كده ويركز ويرجع تاني. كل شوية يسافر يطلبوه يلقي محاضرات، يتكلم عن إزاي إن أنت تحمي نفسك من الخطف، إزاي أسرتك تتصرف لما تتعرض لخطف، إزاي الناس اللي حواليك يتصرفوا، مين ممكن يساعدك، رد فعلك على الخاطفين يكون إيه، الفدية إزاي يحصل التفاوض عليها. خبير متخصص وواحد من أشهر الناس في العالم في مكافحة جرائم الخطف، متميز جدا في الموضوع ده، ومحاضر مفوه جدا. طبعا خلفيته العسكرية في الجيش الأمريكي، وكشخص بيعمل كقيادة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية أو المخابرات العسكرية الأمريكية، طبعا أهله أنه يكون مفوه وعنده خبرة وعنده معلومات والجرائم اللي حلها لحد كده كويس. الراجل ده في يوم سنة 2008 وصل إلى، سمع أنه في جريمة خطف حدثت لواحد من أصدقائه فين؟ في المكسيك. فطبعا هو انتفض لصديقه وقرر أنه يسافر المكسيك. طيب صديقه كان شخص مقرب منه جدا، وكان اسمه بيلار فالديز، ده واحد من أصدقائه المقربين، وكان برضو بيشتغل رئيس شركة متعلقة بالأمن بتأمن واحدة من المؤسسات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لما سافر إلى المكسيك تعرض لهذا الاختطاف، فبدأوا يقولوا له الحق صديقك، فقرر هو كمان أنه يسافر إلى المكسيك. راجل بقى خبرة كبيرة جدا ويعني يقدر يحل الجريمة على طول. سافر إلى المكسيك معاه كل أدواته والفرقة بتاعته والناس اللي معاه، واهتمام طبعا كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة الخطف دي ولازم تحلها. هذا الرجل باتيستا سافر إلى المكسيك، فضل موجود قاعد يحل في تفاصيل الجريمة، صاحبه اختطف منين، حصل ايه، يتتبع الخطوات، حاجات بالشكل ده، لحد ما في يوم كان موجود في واحد من المطاعم في المكسيك وهو قاعد، جات له مكالمة من صديقه المختطف، قال له انا الناس دي خلاص هتطلق سراحي بعد المفاوضات اللي انت عملتها، وانا هوصل عندك بعد ساعة، اطلع قابلني قدام المطعم. هو طبعا سمع صوت صديقه والثقة بالنفس الكبيرة نتيجة الخبرات، جاء الوقت المحدد، خرج، جات له مكالمة تانية، خرج قدام المطعم، ساب حاجته بكل ثقة داخل المطعم، تليفونه واللابتوب بتاعه مفتوح، الأدوات بتاعته موجودة كلها، خرج قدام المطعم. وهو واقف على باب المطعم اتلم عليه أربع أشخاص شالوه كده هيلة بيلة، حطوه في عربية ومشوا بيه. الموقف ده بعدها بساعة صاحبه تم إطلاق سراحه من الخطف، يعني الخاطفين أفرجوا عنه أو أخلوا سبيله.
بعد ما خرج بدأت بقى الناس تقول طيب الراجل بتاعنا بقى السيد باتيستا العظيم راح فين، الجنرال الكبير، يدوروا عليه مش لاقيينه، يحاولوا يوصلوا لخط سيره وما فيش، اختفى تماما داخل المكسيك بعد اختطافه من قبل 4 أشخاص وحطوه في عربية ومشوا بيه واختفى تماما، ما حدش لاقي له أثر. بدأوا يدوروا يحققوا، يبعتوا ناس يسألوا صديقه، قال لهم أنا كنت في مكان وكنت مختطف، ما كنتش عارف أنا فين، كنت متغمي، وبعد كده خرجوني، ووراهم كل ما يثبت أنه يعني حسن النية عنده. بدأوا يدوروا ويحاولوا يتتبعوا، اختفى تماما هذا الرجل الشهير المتخصص في نصح الآخرين إزاي يتفادوا الخطف، وخلفيته العسكرية والمخابراتية وتخصصه في جرائم الخطف الدولية وكل الحاجات دي، اختفى فجأة محدش عارف يوصله. فضلوا يدوروا عليه الفترة لحد ما في النهاية السلطات المكسيكية خطبت الولايات المتحدة الأمريكية وقالوا لهم ما معناه أنه الرجل ده بعد اختطافه كان القصد من اختطافه أنه هم يدوا درس للولايات المتحدة الأمريكية والمهتمين بجرائم الخطف أو بعصابات الخطف اللي بتحصل اللي موجودة في المكسيك، أنه هم لا يتدخلوا في شأن هذه العصابات مرة أخرى، واختطفوا أكبر واحد بيكافح هذه الجرائم من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يوصلوا رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية أن تكف يدها عن التدخل في جرائم الخطف أو في التدخل مع عصابات الخطف اللي موجودة في المكسيك. وقالوا لهم حاجة تانية، قالوا لهم أنه العصابات دي وصلت لنا رسالة أنه هذا الرجل قتل بعدها بأيام، وبعدين عشان ما يسيبوش كمان الجثة بتاعته حطوا جثته في مادة كوية أدت لتحللها وما بقيش منه أو لم يبقى منه إلا بعض العظام اللي توصلت لها السلطات المكسيكية، وصلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتكتمت الولايات المتحدة الأمريكية تماما على هذا الخبر، لحد ما خرج ناس بدأت توثق الموضوع في كتب، منهم الكتاب اللي جبناه لحضراتكم النهاردة خطف وفدية، صدر سنة 2010 لهذا الرجل السيد فيليكس باتيستا. ده غلاف الكتاب، هتلاقوا حضراتكم القصة الأصلية موجودة في الكتاب. شوف النسخة الأصلية، نشغل الترجمة الفورية بتاعتنا نقرأ القصة، هنلاقي تفاصيل كتير فيها كمان ممكن تفيد حضراتكم، لأن هذا الرجل كان موسوعة وحلل ألغاز كتير ومتفاوض مع فرق كبيرة جدا، عامل حاجات يعني تشوفها حاجات عظيمة جدا، ولكن في النهاية تعرض لاختطاف من قبل عصابات الخطف المكسيكية في المكسيك. انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية لحد ما جالهم الخبر، تكتموا على الموضوع ده تماما ومحدش كتب فيه مرة تانية لحد صدور هذه الكتب اللي اخترنا لحضراتكم كتاب خطف وفدية النهاردة منها.